مساءكم بكل خير وبركة. أرحب بكم وأحييكم بتحيات الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. يسرني ويشرفني أن أجدد معكم هذه التحية تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. متابعين الكرام في كل مكان، ينطلق على بركة الله وتوفيقه أول أشواط هذا المساء الجميل المتزين بهذا الحضور الميمون، بهذا الحضور المشرف الذي دائما ما نعتز ونتشرف بمثل هذا الحضور. أهلا ومرحبا وسهلا بك يا سيدي سمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار سيدي رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة، حفظهم الله ورعاهم وجعلهم ذخرا لنا يا رب العالمين. متابعينا الكرام في كل مكان، معلقكم نايف بن سعود البلوي يتواصل معلقا وواصفا لكم الخمس المراكز الأولى لكل ما يدور داخل أرضية هذا الميدان، الشعارات، الأسماء، الألوان، القوة في سن اللقاية. المسافة هي 5 كيلومترات، كما أذكر بأن جائزة هذا الشوط، أذكر فإن الذكرى تنفع المضمرين، بأن جائزة هذا الشوط على خنجر، خنجر ينتظر، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100,000 درهم تنتظر الفائز في المركز الأول في جائزة زايد الخير رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أتابع مع حضراتكم مقدمة الشوط، ما الذي يدور مع 5 المراكز الأولى. المركز الأول متابعين الكرام، بشاير بدأت تبشر بالخير، بدأت تبشر بالمركز الأول، بدأت تبشر باقتراب الناموس. بشروني عنك ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني، يوم سموك باسم بشاير فز قلبي يا بن زيتون. مع المركز الأول عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الثاني صدى، واسمع صدى الجمهور، اسمع صدى الخنجر، اسمع صيحات، واسمع الصدى مع المركز الثاني. متابعين الكرام، محمد بن سلطان بن مرخان يتواجد صعب المضمرين، يتواجد في الشوط الصعب وفي الشوط الهام. المركز الثالث الشاهينية مع المركز الثالث. متابعين الكرام، بهذا الشعار الجميل الذي يمثل دولتنا الحبيبة والغالية على قلوبنا، الشاهينية مع المركز الثالث، علي بن سالم العامري وعمار، هذا الشعار يا العامري. المركز الرابع، رابع المراكز، هنالك العاصمة مع المركز الرابع في عاصمة الميادين، مطر بن حمد بن عميرة الشامسي مع المركز الرابع. المركز الخامس متابعينا الكرام، خامس المراكز، شوق مع المركز الخامس، وهزني هوى الشوق، مشتاقة للخنجر، مشتاقة للناموس، مشتاقة للمركز الأول وفي ركضها فن وذوق. شوق مع المركز الخامس، تعود ملكية شوق، غانم بن سهيل بن مبارك الكتبي، من يكتب اسمه في ذاكرة التاريخ، من يكتب اسمه في هذا العام الجميل موسم 2011. متابعين الكرام، الذي يبشر بأنه موسم إنجازات، بداية وأول أيام هذا الموسم نحتفل بجائزة زايد الخير. أعود إلى مقدمة الشوط،
أعود متابعينا الكرام إلى المركز الأول، إلى شعار المهيري مع المركز الأول مع بشاير. يا بشاير الخير، يا بشاير بشري بن زيتون بالخنجر والناموس، بينما صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان مع المركز الثاني، ومع صدى الصدى ينطلق مع الصوت. يا سلام يا سلام يا المركز الأول، المركز الثالث مشاهدينا الكرام سرابة سالم بن محمد بن نصره العامري. من ينتصر يا بن نصره؟ من يرفع الخنجر؟ من يتشرف بالسلام بالتتويج بالناموس؟ المركز الرابع، الله رحمة مع المركز الرابع محمد بن سلطان بن مرخان، وهنا أضع الإشارة الحمراء تحت اسم رحمة. أحلل حلل يا البرطماني، تكلم يا الغفلي، أحدثهم يا أسامة الأميري في مساء الساعة التاسعة من هذا اليوم. رحمة مع المركز الثاني محمد، المركز الرابع رحمة محمد بن سلطان بن مرخان، ونازل بثنتين، ولكن هنا اسم جديد الضبي وعامر بن خلفان الهام لعابر. نعم عابر من عبر معنا في المشاركات الأولية، ومع الضبي وقادم من الغربية وصاحبة إنجازات من هذا الكيلو. بحذر بحذر وأعود إلى المركز الأول. الله يا بن مرخان يا بوي على هذا التكتيك، على هذا الأداء، صدى ورحمة، ولكن إنها ضبي الفلا، إنها رمز الغلا، إنه الخنجر، الخنجر مع المركز الأول. ضبي الغربية، ضبي الغربية في أجمل أمسية، في أجمل أمسية في الفترة المسائية، ما شاء الله. الضبي مع المركز الأول، الضبي في الصدارة، الضبي مع عابر، عبر عابر، عبر عابر، عبر الأمتار الأخيرة، عبر إلى الخنجر، عبر إلى الناموس، عابر عابر عابر، اليوم عابر، عابر فوق هام السحب عابر، ما شاء الله. الضبي 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 وعابر بن خلفان الهاملي مع المركز الأول. المركز الثاني رحمة مع المركز الثاني، مع المدرب، مع المخطط محمد بن سلطان بن مرخان الذي تكتك، ولكن الظاهر بأن الخطة لن تنجح في هذا المساء الأمتار الأخيرة. الضبي الضبي ضبي الفلا، وقادمة رحمة، قادمة رحمة، الشوط ما في رحمة، الشوط زحمة، الشوط زحمة، ولكن الضبي وعبر عابر إلى الخنجر. سلام من الله عليكم يا سكان الغربية على فوز الضبي بالخنجر والمئة ألف درهم. تهانينا العابر بن خلفان الهاملي. المركز الثاني مشاهدينا الكرام رحمة أتت مع المركز الثاني ملك محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الثالث من نصيب المايدية مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. رابعا صدى ملك محمد بن سلطان بن مرخان، وخامسا الشكرة ملك عامر بن عفصان المنصوري. الخمسة كيلومترات يتسجل تحت أقدام الضبي 7:43 وجزء من الثانية. تهانينا لعامر بن خلفان أو عابر، ما شاء الله، عابر بن خلفان الهاملي. للمرة الثانية أقول عامر، لأنه عامر بإنجازاته وببطولاته وصولاته، والخنجر مع عابر. المركز الثاني مشاهدينا الكرام رحمة ملك محمد بن سلطان بن مرخان 7:45. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان على هذا الفوز وتكتيكه الرائع في هذا المساء قبل وصول الضبي. ثالثا متابعينا الكرام وصلت مع المركز الثالث 7:48، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين على فوز المايدية، والتهنية العتيق بن قريح المري المتابع في عملية التضمير.